بغيت نشكر اللعابه اللي قاموا بواحد المجهود كبير، وبغيت نشكر المدربين، وبغيت نشكر السيد رئيس الفريق السي بايدي اللي بدلت هو واحد المجهود. في البدايه قلت لنور الدين اش هو السبب اللي هد برشيد ما بغاش يطلع البريمير ديفيزيون. قال لي يا بهاد الحرب انا خاصني الدعم المادي، وقلت ليه انا موجود معاك ايديا فيديك. وها نحن اليوم حققنا العمل، حققنا الهدف، حققنا الانجاز، انجاز كبير، انجاز اشعاع المدينه. هنيئا لسكان المدينة، هنيئا بهذا الإنجاز، هنيئا لنا جميعا. ولكن هذا فرحة كبرى نعم، ولكن خاصة الاستمرار إن شاء الله. وبغيت باسمكم جميعا نشكر سيد العامل اللي بدل معنا واحد المجهود كبير، وبغيت نشكر المنعشين العقاريين، وبغيت نشكر الصناعيين اللي مدوا لنا ايديهم وتعاونوا معنا على انجاح هذا الانجاز. ولهم الشكر باسمكم وباسم السكينه جميعا. انا افتخر بكم واعتز بكم، القبيله كلها كلكم اعتز بكم، وكنشكركم على الثقه ديالكم في هذا الشخص. ولكن انا غنحمر لكم وجوهكم ان شاء الله.